معاك ياللي قلبك صافي وبريء، معاك كل لحظة يا أجمل صديق، عشان ضحكة صافية، عشان كلمة دافية، عشان فرحة تظهر في آخر الطريق. سؤالنا تجاوبه ونبدأ حكاية، وتسعد قلوبنا في أجمل بداية. جوابك يفيدنا ولو كان بإيدنا، معاك كنا نفضل لحد النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الجديدة من برنامج صانع السعادة. في برنامج صانع السعادة هدفنا الأول هو فعل الخير، ثم رسم بسمة على وشوش الناس البسيطة. بننزل الشارع ومعانا مجموعة من الأظرف، عشان حد ياخد مني ظرف لازم يجاوب على سؤال هسأله له، يمكن يفرح لأنه جاوب صح وفاز بالظرف، ويمكن يفرح لأنه عرف معلومة جديدة، لكن الأكيد إن الكل فرحان وسعيد مع صانع السعادة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمنا؟ الله يخليك وزهان، الحمد لله والله يرضى. تعرف فيك؟ أخوك مختار من مركز الوسط محافظة بني سويق. اهلا بك يا مختار. الله يعزك وزيان، الله يكرمك. احنا برنامج صانع السعاده. يا مسهل، ويومكم ان شاء الله سعاده وخير باذن الله. اللهم امين يا رب. يا رب العالمين. بتقول لنا عم مختار، السعاده بالنسبه لك ايه؟ السعاده دي راحت بال وستر من عند ربنا سبحانه الله وتعالى، ونعمه زياده من عند ربنا سبحانه الله وتعالى. بس طب انت عم مختار، يعني بتشوف السعاده ايه يعني بالنسبه لك في حياتك؟ حياتك انت الخاصه، ايه اللي بيشكل لك سعاده؟ اللي بيشكل لي سعاده لما تكون الدنيا حلوه معايا، واكل عيشي مرتاح فيه، بصرف على عيالي كده، الدنيا ماشيه معايا وببقى مرتاح نفسيا. هي دي السعاده بالنسبه لي. يعني عيالك موجودين معاك هنا ولا؟ لا، موجودين في بني سويف. عندك اولاد يا عم مختار؟ معايا، اللهم صل على النبي، معايا خمسه، معايا محمود ودنيا وثلاثه تاني صغيرين. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليك وزيان، الله يعزك. كبيرة قد ايه يا عم مختار؟ الكبيرة متجوزة مخلفة دلوقتي دنيا، ومحمود عنده 18 سنة، والأولاد التنين صغيرين بقى، والحمد لله يا رب ما فيش حاجة دخلنا إلا ستر ربنا سبحانه الله وتعالى. نلف في الشارع زي ما انت شايف كده، وريت الناس سايبانا في حالنا، كمان لا حكومة سايبانا ولا جهاز ولا بلدية ولا أي سرفيز ولا أي حاجة خالص، لحد ما الواحد نفسيته تعبت. طب ننام في البيوت؟ والله بكلمك جد. بس ربنا يرزقك ويوسع عليك يا عم مختار ان شاء الله. والحياه شقه وسعي. لا، وسعي ماشي، سعي، ما انت لازم نسعى، لازم نسعى لاكل عيشنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ونمشي في العيشه اللي احنا عايشينها ديت، عشان نكمل المسيره دي مع اولادنا وكده يعني. بس ان شاء الله ربنا يرزقك ويقدرك عليهم ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب، احنا وانت والله يعني بنتمنى من ربنا الستر علينا والصحه بس، لا كتير ولا اقل. اللهم امين يا رب. بتنزل اجازه قد ايه وبتقعد هنا قد ايه؟ ممكن 15 يوم 20 يوم، وبنزل بقى للاولاد كده بديهم مصاريفهم، وادي احنا عايشين الحمد لله رضا سبحان الله، الحمد لله على الجيب. وقاعد فين هنا عم مختار؟ مأجر يعني ولا؟ لا، انا قاعد هنا في جماعه مأجرين بدروم كده، قاعدين مع بعض يعني وكده يعني. طب انت بتشتغل في الروبابيكيا والحاجات دي؟ اما طلعت ما لقيتش الا كده، ما فيش دخل من اي جهه حكوميه ولا قبض ولا اي حاجه من جهه حكوميه، ولا عندي ارض ولا اي شيء. بالك قد ايه عم مختار بتشتغل في روبابيكيا؟ انا لف في الشارع كتير، انا عندي 43 سنه بشتغل، ليا بتاع حوالي 28 سنه انا بشتغل، وانا عندي 15 سنه. وطلعت لي طب ظروفه تعبانه من ايام الملك فاروق، وظروفه تعبانه ما فيش حاجه، الله فضل ربنا سبحانه الله وتعالى وستره علينا، بس ربنا يدوم علينا نعمه والصحه من عنده. اللهم امين يا مختار. يا رب زال. احنا في برنامج صانع السعاده بنسالك سؤال، لو جاوبت عليه بيكون لك معانا جائزه ماليه قيمه ان شاء الله. اتفضل يا زهان. اسالك سؤال خفيف خالص كده. اتفضل يا زهان. ماذا كان يعمل سيدنا نوح؟ سيدنا نوح عليه السلام كان اختيارات. سيدنا نوح عليه السلام كان بيصنع السفينه، كان بيصنع السفينه، ربنا امره ببناء السفينه. ببناء السفينه هو بقى كان بيشتغل ايه؟ مهنته ايه؟ كان مهنته نجار. نجار؟ نعم، على اظن هي كان هي كده برضه. متاكد؟ انا ما اعرفش بصراحه. ولا خياط؟ ما اعرفش والله، انا ما اعرفش. بس انت قلت نجار منين؟ لان هو ما كان بيصنع السفينه،
كانوا بيضحكوا عليه بقى الناس اللي بيعدوا اللي هم اليهود دول، وكانوا بيضحكوا عليه بيقول لك ده بيسن ما اعرفش ويكون نبي والساري دي. بس عارف انت القصه دي؟ يعني حافظها. ولا بس في قومه وقعد يدعو قومه وعاش 1050 عام سيدنا نوح في جيل دناءه، والله اعلم بملابس كماء. الله اعلم. بس ما شاء الله اجابه صحيحه عن مختار. سيدنا نوح كان يعمل نجار. صح يا باشا. كده انت ليك معانا جايزه ماليه. ربنا يسترها يا عم، ربنا يوسع عليكم يا رب ويزقكم من فضل الله، ما تشوفوش اي حاجه وحشه في اولادكم يا رب. ربنا يسعدك يا عم مختار ان شاء الله يوفقك. ربنا يدوم عليكم نعمه يا رب، وربنا يديكم الصحه، ربنا يرزقك ويديك اجر لفك وتعبك وشقاك يا رب. احنا وانت وزاني، وربنا يجعل برنامج السعاده ده برنامج خير على الناس كلها وليكم، وربنا يدوم عليكم صحه يا رب، وربنا ما يجيب لحد حاجه وحشه في حق الايام المفترجه اللي داخله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا وعلى انحاء العالم كله. اللهم امين. وما فيش احسن من الشقه عم مختار، يعني الشقه ده معناه ان انت بصحتك وان انت واقف على رجليك الحمد لله، ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده فضل وعدل من عند ربنا. انا بتمنى ان انا اقوم كده افضل الف في الشارع، اموت وانا بلف في الشارع على رزق واكل. تؤجر اجرين، اجر رزقك واجر شقاك وتعبك. صح. يعني شغلانتك مش سهله، انك بتلف في الحر في الشوارع برضه شغلانه مش سهله. صح صح. ده الواحد لو مات في الشارع يبقى مات في سبيل الله، انت خارج في سبيل الله كده على جري اكل عيشك ومعيشك لاولادك واسرتك عشان تكمل المسيره معاهم وحياتهم. في يوم بتنزل عم مختار ما بتشتغلش خالص؟ اه في ايام ممكن نقعد بثلاث اربع خمس ايام والاسبوع ما فيش الا فضل ربنا سبحانه وتعالى، ما نجيبش حاجه خالص. تنزل تلف برضه بس ما فيش حاجه؟ اه. وممكن في ايام نلف ربنا يرضينا ب 100 جنيه 200 جنيه وبنمشي نروح. 100 جنيه او 200 جنيه كفوك في اليوم عم مختار؟ الحمد لله، ده بركه من عند ربنا سبحانه وتعالى، رضا من عند ربنا. اه ماشي وخلاص، ما احنا بنمشيها بقى على سيستم معين. الحمد لله اللي جاب ربنا سبحانه الله وتعالى، بس لكتير الحمد لله. وابنك الكبير بيشتغل معاك حاجه؟ اه معايا محمود برضو بيلف في الشارع زي كده. بس مفيش حاجه غريبه قابلتك مره كده وانت بتشتغل في الشغلانه دي؟ حد اداك حاجه غريبه؟ حد اداك حاجه قيمه، حاجه اثريه؟ بتيجي حاجات بس ما مش معانا احنا، القرن ده انتهى. الناس ديت اللي بتبيع الحاجه ديت في اماكن معينه هم بيبقوا عارفينها. احنا مبسوطين ان احنا كنا معاك النهارده في صنع السعاده. وانا سالتك السؤال بتاع سيدنا نوح عليه السلام ماذا كان يعمل، وانت جاوبتني جواب صح اللي هو كان يعمل نجارا. وليك معنا جايزه ماليه ان شاء الله. الله يخليك يا وزان، ربنا يسعدكم يا رب، يجعلوا برنامج سعاده وخير علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا يا رب. الحمد لله. ربنا يسعدك عم مختار ويوفقك ويقدرك على عيالك ان شاء الله، ويديك على قد تعبك وشقاك. الله يخليك. الجايزه يا جماعه بتاعت عم مختار دي جايزه من برنامج صنع السعاده، وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا وزان، وربنا يوسع عليكم يا رب ويدوم عليكم نعمه ويرزقكم يا رب. اللهم امين جميعا. امين يا وزان. السلام عليكم. مع السلامه يا وزان، وكل سنه وانت طيب وبرنامج السعاده طيب. وانت طيب عم مختار. طيب يا عم. السلام عليكم. مع السلامه يا وزان. مع السلامه. ما كنا نفضل لحد النهايه. ما كنا نفضل لحد النهايه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف بيك. حكيم محمد كامل. حكيم. ازيك يا عم حكيم؟ يا باشا. أنا شايفك وأنت بتشيل طوب وبتاع. شغال في العمالة وكده. وبعدين جيت لقيت الحتة الضل دي رحت واقف. رحت واقف. جينا إحنا دخلنا عليك على طول. آه. قلت ناخد نفسنا كده شوية بس عشان شغالين في الشمس وحاجات كده. ازيك يا عم حكيم؟ الحمد لله والله. الله يعينك ويقوي. آمين يا رب، الله يخليك. مالك قد إيه بتشتغل الشغلة دي؟ والله من زمان يعني، دي لفترة، دي بتاع 10 سنين كده. شغال فيها. وايه رايك في الشغلانه دي وانت في الحر كده وشايل طوب على كتفك وطالع ونازل؟ والله هنعمل ايه؟ طب لقمه عيشنا نعمل ايه؟ فده اكل عيشنا يعني، ما فيش حاجه نشتغلها اكتر من كده. بقالك قد ايه شغال فيها؟ ادي بتاع 10 سنين اهو. اشتغلتش حاجه تانية خالص غيرها؟ لا لا، ما عنديش اي صنعه ولا عندي اي حاجه، هي شغلانه العماله بس. منين عم حكيم؟ منيا. احسن ناس. الله يخليك يا باشا. متجوز؟ اه متجوز. عيالك معاك هنا ولا في المنيا؟ ايوه هنا موجودين، هنا قاعدين. معاك اولاد كبار ولا صغيرين؟ اه معايا ثلاثة. ما شاء الله. الله يخليك يا باشا. كم سنة الكبير؟ الكبير عنده 8 سنين. الثاني عنده 7 سنين. عندي بنت عندها سنتين. طب لو انا سألتك عم حكيم وقلت لك ايه السعادة بالنسبة لك؟ والله السعادة ان الواحد يكون مرتاح ومبسوط والحمد لله يعني. نحمدك ونشكر فضلك يا رب على كده. ان هو يكون مبسوط وسعيد بس. ادي السعادة بتاع الواحد. ايه بقى اللي بيحقق الانبساط والسعادة دي؟ والله لما يكون الواحد مثلا مرتاح والحمد لله. فلوس؟ والله كلها ماشيه دلوقتي بالفلوس. بتعمل ايه طيب؟ اكتر حاجه بتحقق لك السعاده الفلوس ولا حاجه تانية؟ لا رحت البال طبعا.
مش الفلوس، ما راحة البال هي اللي بتجيب الفلوس. الفلوس بتجيب راحة البال بقى مش العكس؟ لا يعني الواحد لما يكون باله رايق، انت تمام معاك فلوس كتير بالك مش رايق، هتبقى الفلوس هتنفعك بيه؟ مش هتنفع خالص، تبقى تحتك الفلوس ولا لا اسر العازة. طب وراحة البال دي بتيجي بإيه؟ من ايه عم حكي؟ والله دي بتاع ربنا بقى، تيجي من عند ربنا، تيجي من الستر والرضا والقناعة والقناعة يعني الحمد لله تمام. والصحة، والصحة أهم حاجة الصحة الحمد لله. يعني واحد بيشتغل زي ما انت ما ديك شفت كده، شايفنا بنشيل رملة بنشيل طوب والحمد لله يعني تمام، نحمدك ونشكر فضلك يا رب. وانت شغال باليومية؟ شغالة باليومية. اليومية تبقى تقريبا كام عم حكي؟ والله مش كلها دلوقتي، في 150 في 160 يعني مش كلها، بس احنا شغالين يعني في التشونات وكده. طب لما تحب تتبسط انت والعيال بقى بتعمل ايه؟ والله بنتبسط لما بننزل مثلا بلدنا كده، بنسافر الصعيد وسط اهالينا وسط كده، بنتبسط تبقى العيله كلها مع بعضيها، بنتجمع كده عيد سعيد علينا كلنا، بنتجمع مع بعضينا. لكن هنا ما بتخرجش انت والعيال ولا حاجه ولا؟ لا والله مش بنخرج هنا بكتر، الواحد جاي ياكل لقمه عيش هنا، ما مش فاضل ان هو يخرج ويودي العيال هنا ولا يوديهم هنا، قاعدين على طول مكملين في المكان. تنزل بلد كل قد ايه؟ كل سنه وكل عيد مثلا. بس السنه دي كلها هنا انت والعيال ما بتخرجوش؟ انا والعيال هنا ما بتخرجوش خالص. لا مش بنخرج. ازاي؟ قاعدين في عماير والله، يعني مقيمين في العماير، ما ينفعش نسيب العماره ونمشي، فما ينفعش نسيبها. فيش مره كده تعرف تاخد العيال وتخرجوا تروحوا حديقه حاجه؟ فين وفين يعني كده، لحد ما الواحد ما ياخد العيال ويروح. بس لازم تعمل كده عشان دول لهم عليك حق، العيال الصغيره دي. والله بعد ساعه يعني باخدهم كده، بس فين وفين يعني، فتره لحد ما ناخدهم. لازم تاخدهم يخرجوا في حديقه يتنططوا يلعبوا، الاولاد دول لازم يلعبوا ولازم يتحركوا وينطلقوا. والله بناخدهم يعني بس كل فين وفين يعني، لحد ما ناخدهم ونطلع بره كده نتفسح، نروح في مكان، اروح عند اخويا، انا اروح عند اخويا يجي عندي، فين وفين بس كده. مش شرط الخروجه يعني تكون خروجه مكلفه مثلا، ولا يعني ممكن تبقى خروجه بسيطه، تمشيه بسيطه. في تمشيه بسيطه كده، بنروح مثلا عند اخويا، اما تبقى تمشيه بسيطه، مش ما تبقى خروجه ان يعني الواحد يتفسح يودي العيال الملاهي وكده. يعني مش لازم بالشكل اللي هو، بس ممكن حديقه عامه، ممكن مكان يكون مش مكلف قوي يعني، تقدر تفسح العيال فيه شويه وبتاع. صح، الاطفال دول لهم حق علينا. لهم حق صح. مش انت وانت طفل كنت بتلعب وتخرج؟ كنت بلعب واخرج. ايوه أكيد المنيا اشتكت منه كتير. صح. أيوة الأطفال دول برضو لازم يلعبوا ويتحركوا وبتاع. تمام. نفك الكيس شوية. والله ما في كياس، كل اللي جاي رايح يعني. الحمد لله، نحمدك ونشكر فضلك يا رب. الحمد لله، ربنا يرزقك إن شاء الله ويوسع عليك. إحنا في برنامج صنع السعادة بنسألك سؤال، لو جاوبت عليه بيكون لك معانا جايزة مالية إن شاء الله. إن شاء الله. أسألك سؤال وهديك اختيارات. ماشي. لو أنا قلت لك أين ولد سيدنا موسى؟ محتاج اختيارات؟ يا ريت، عشان والله مش قاري. هقول لك، ولد في فلسطين ولا مصر ولا العراق؟ لا في مصر. في مصر؟ في مصر بالفقاقة كده؟ ولا شبهت على السؤال؟ لا في مصر. في مصر؟ مش فلسطين. فلسطين؟ لا انا بسالك. لا فلسطين. لا خليك زي ما انت، مصر. سيدنا موسى اتولد في مصر، مش عايز الخبطك. اجابه ايه؟ صحيحه. يبقى سيدنا موسى ولد فيه في مصر. في مصر، اجابه صحيحه. تمام ماشي. قبل ما اديك بقى الجائزه بتاعتك الماليه ان شاء الله، ان شاء الله عايزك تقول لي يعني ما بتنزل البلد ايه اول حاجه بتعملها؟ اول حاجه بعملها طبعا زي ما انت ما فاهم، الواحد يسلم على ابوه وامه مثلا، والواحد يتمتع بقى بحياته، يعتبر يروح عند اصحابه ويروح عند اهله، بيلف عند اهله كده يقعد معهم شويه، يسلم على اهله ويفضل قاعد معاهم، يعني ما تبقى متعه حلوه الواحد بتبقى اهله وسط اهله وسط ناسه، احسن من هنا يعني ما فيش اهلنا هنا ولا حاجه. هنا شغل بس وهناك شغل بس، لكن هناك وسط اهلك وسط ناسك كلها والاصدقاء ويعني مكان ما اتولدت ومكان ما عشت ومكان ما تربيت. هنا ولادك بيلعبوا بحريه وبيتحركوا حريه ويتلعبوا براحتهم ويتحركوا براحتهم، هناك متعه حلوه. ربنا يرزقك بالسعاده ان شاء الله باذن الله، واحنا في صنع السعاده كنا مبسوطين انك معنا النهارده. الله يخليك. الجائزه يا جماعه بتاعت عم حكيم.
دي جايزة من برنامج صنع السعادة. ماشي. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبين. كل سنة والفطر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما كنا نفضل لحد النهاية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف فيك محمد جمال. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. أول مرة تصور ولا إيه؟ تعالي صوتك شوية. ماشي. واضح إنك أول مرة تصور. صورتش قبل كده خالص؟ لا. منين يا عم محمد؟ الهرم. الهرم. تشتغل ايه؟ نجار مسلح. نجار مسلح. يعني ايه نجار مسلح؟ نجار مسلح تشتغل من اللي يعمل عماير، عماير وفلل وبيوت. كلمني انا عن شغلتك. عادي، نجار بعمل بيوت عماير و... بس. بقالك قد ايه شغال نجار مسلح؟ 8 سنين. 8. وقبل النجار مسلح كنت تشتغل ايه؟ لا ما اشتغلتش. مدرسة. تشتغل كم يوم في الأسبوع؟ 3-4 يعني على حسب الشغل، 3-2 بس. شغال تبع شركة ولا شغال مع نفسك؟ لا لا، تبع مكتب. مكتب هنا في الطوب. مبسوط في الشغلانة بتاعتك؟ حبيبها؟ الحمد لله. ولا عايز تغيرها؟ لا الحمد لله. شغلانة صعبة أوي. الحمد لله نصيب. صح؟ الحمد لله. شغلك كله في الحر و... في الحر. فكرت تغيرها؟ لا. طب لو اتعرض عليك شغلانه ثانيه هتوافق؟ ما على حسب، مش اي حاجه. على حسب ازاي؟ حسب الفلوس؟ اكيد. مش اي شغل. متجوز يا محمد؟ اه. عندك اولاد ايه؟ عندي ياسين ويونس. ياسين ويونس. ما شاء الله. اعمارهم قد ايه؟ 7 و4. 7 سنين و4 سنين. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. لو انا قلت لك السعاده بالنسبه لك ايه؟ الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. اجمل حاجه. الحمد لله. الحمد والرضا. الحمد لله. بس انت بالنسبه لك ايه اللي بيحقلك سعاده اكتر؟ اكتر حاجه بتحقلك سعاده في الدنيا ايه؟ اي حاجه رضا عليها. الحمد لله. الحمد لله. طب ايه اللي كنت بتتمناه وعايز تحققه؟ امنيه من امنياتك. بسيط انت خالص كده؟ لا عادي، زي اي حد نفسه اعمل مشروع. مشروع. مشروع ايه اللي نفسك تعمله؟ عربيه، اي حاجه اشتغل عليها وقت معه. طب وانت بتسعى انك تعمل دوت ولا انت سايبها كده؟ لا الحمد لله، ما هو الشغل. بتسعى لانك تعمل المشروع بتاع العربيه دوت او حاجه ولا؟ اكيد طبعا، الحمد لله. ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك وتحقق اللي نفسك فيه ان شاء الله. يا رب. احنا برنامج صنع السعاده، برنامج مسابقات، بنسالك سؤال لو جاوبت عليه بيكون ليك معانا جايزه ماليه، ايه رايك؟ ان شاء الله. ماشي. اسالك سؤال قريب من شغلتك. ماشي ماشي. ماذا كان يعمل سيدنا نوح عليه السلام؟ نجار. يا راجل، نجار؟ حداد. انت ليه قلت نجار؟ عشان انت نجار؟ نجار. عندك المعلومه دي عشان ايه؟ المركب. المركب اللي ربنا امره ببنائها. اه. نجار. صحيح. سيدنا نوح عليه السلام كان نجار. نجار. وانت نجار؟ نجار، الحمد لله. يعني لك شرف انك بتمتهن نفس مهنه نوح عليه السلام. الحمد لله. طيب مش عايز تقول لي انت ايه اكتر حاجه نفسك تحققها في حياتك غير المشروع؟ امنيه كان نفسك فيها تحققها وما حققتهاش؟ لا الحمد لله، رضا على كل حاجه. الحمد لله ما فيش. الحمد لله. مش امنيات. لا الحمد لله. الحمد لله. انت راضي وسعيد بحياتك ومبسوط؟ لا الحمد لله طبعا، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يديم عليك نعمه الحمد والرضا. الحمد لله. والرضا هي افضل نعمه عند للانسان، ان الانسان يكون راضي بحياته. الحمد لله. لان عدم الرضا ده بيعمل مشاكل كتير جدا. اكيد طبعا. مشاكل نفسيه ومشاكل صحيه. اكيد طبعا. بيغضب ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. انما طول ما الانسان راضي وبيعمل اللي عليه خلاص، يبقى هو بينتظر ايه؟ جزاء الله سبحانه وتعالى. بتشتغل وبتعمل اللي عليك وراضي بما انت فيه. الحمد لله رضا. أي حاجة.
نفسك يا سين ويونس يسيبوا ايه؟ احسن ناس دكاترة استاذ من احسن ناس طبعا. طب ياسين الكبير؟ اه ياسين. لما بتساله بتقول له عايز تبقى ايه بيقول لك ايه؟ دكتور. يا دكتور يا ظابط على طول. طب ويونس؟ لا لسه. يونس لسه صغير. لسه. ان شاء الله ربنا يبارك لك فيهم وتشوفهم احسن ناس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وانت جاوبت على سؤال ماذا كان يعمل سيدنا نوح وقلت لي؟ نجار. يعني ليك معانا جايزه ماليه ان شاء الله. ان شاء الله. الجايزه يا جماعه. دي جايزه ماليه من برنامج صنع السعاده لياسين ويونس ان شاء الله. ان شاء الله. سلمنا عليهم. يوصل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معك يلي قلبك صافي وبارئ، معك كل لحظة يا أجمل صديق، عشان ضحكة صافية، عشان كلمة دافية، عشان فرحة تظهر في آخر الطريق، سؤالنا تجاوبه ونبدأ حكاية، وتسعد قلوبنا في أجمل بداية، جوابك يفيدنا ولو كان بإيدنا، معك كنا نفضل لحد النهاية.